صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم، السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع عبد الشتيم. سوءا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالتوبة والاستغفار. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من استغفر وخير من تاب إلى رب العالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. معشر المسلمين، إن أول ما يبدأ به العباد في السير إلى الله والرجوع إليه سبحانه هو إصلاح الخلل وتجنب الزلل وتصحيح الخطأ ومعالجة السلوك ولزوم الأخلاق الفاضلة. هذه هي الانطلاقة الأولية، وهذا هو المقام الأول الذي يبتدئ به الجادون في استئناف النشاط الإنساني الإيجابي والعمل الصالح الذي تبنى الحياة الإنسانية على أساسه. ويسمي الإسلام هذا المقام بمقام التوبة، فهو أول المقامات، إذ لا يصح مقام من مقامات الدين إلا بعد تصحيح مقام التوبة. نسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا توبة قبل الممات، إنه القادر على ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا ووفق عباده لهذه الحلول التي تعينهم على التوبة إليه سبحانه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد التائبين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكم سمعنا ونسمع والحمد لله عن قوافل من التائبين في كل وقت وحين، ملبين لهذه النداءات، متجاوبين معها. إنها نداءات صادقة تحتضن هذه القوافل من الذين استيقظت ضمائرهم وشعروا بالانحراف عن المنهج السوي، فأرادوا أن يقطعوا مع الماضي وسوداويته، ويندموا على ما فرط منهم زمن الغفلة والبعد عن الله. والندم توبة كما أخبر بذلك رسول الله. وإن كان هذا الحصر حصرا إضافيا، فإنما قصد به المبالغة في الدعوة إلى شق طريق الخير ووقت زمن الغفلة والذنوب والعصيان. وأول الغيث قطرة ثم ينهمر كما يقال. فالندم ويقظة الضمير هي الانطلاقة الأولية للخطيعة مع هذه جموح النفس وعصيانها وعدم إحساسها. ثم يأتي بعد ذلك تدارك ما فات، ويكون بطي صفحة الماضي ونشر صفحة أخرى عنوانها العريض العمل الصالح. فالصالح يمحو السيئ، إن الحسنات يذهبن السيئات، من المحفزات التي وضعها الدين الإسلامي بين عباده تكريما وتشجيعا لهم، أن الله يبدل سيئاتهم حسنات، يبدل سيئاتهم زمن الغفلة إلى حسنات وطاعات. كيف لا وهو أكرم الأكرمين. وها أنا محول ردائي وداعي الله عز وجل، فاقبلوا على الله وادعوه بخشوع، لعل الله عز وجل يبدل حالنا وحالنا بنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا هذا بأحسن حال. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بعفوه وكرمه. اللهم قابلنا بعفوك وكرمك يا رب العالمين، اللهم قابلنا بفضلك ورحمتك وجودك، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا رب العالمين. اللهم عاملنا بلطفك، اللهم عاملنا بلطفك، اللهم عاملنا برحمتك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ويا رب العالمين، اللهم وفق أمير المؤمنين الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم اجب على يديه الخيرات والبركات لهذا البلد يا رب العالمين. اللهم أصلح به وعلى يديه. اللهم انصر به الدين واجمع به كلمة المغاربة يا رب العالمين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، واجعل البركة على يديه. اللهم اجعله صالحا مصلحا يا رب العالمين.
نسألك يا الله أن توفقه لكل خير يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك في ولي عهده وصنوه الرشيد وفي سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.